يسعد صباحكم عن جديد. نطق الطفل بالكلمات المختلفة من أهم مراحل تطور نموه ومن أسعد اللحظات عند أهله، ولكن ممكن يشعر الأهل أيضاً بحالة قلق شديد في حال تأخر الطفل باكتساب اللغة. وبهي الحالة يا جودي بيكون على الأهل واجب مشاركة الموضوع من خلال معرفة الأسباب مع اختصاصي النطق واللغة وبهدف الوصول لحل المشكلة. استفسارات كثيرة رح نسمع أجوبتها من اختصاصية النطق واللغة الأستاذة لارا العباس. يسعد صباحك. صباح الخير لارا، وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. عم نحكي عن موضوع كثير مهم وممكن الأهل يتغافلوا عنه لأنه ما بيعرفوا أمتى هو العمر المناسب لحتى يبلش الطفل يكتسب اللغة، وأمتى ممكن نعرف أنه هذا الطفل بيعاني من تأخر باللغة. خلينا نحكي بداية شو بنقصد بتأخر اللغة عند الطفل علميا، وأمتى ممكن نلاحظ هذا الموضوع عند الأطفال؟ نحن بنقصد بالتأخر اللغوي عند الطفل يعني أمتى، شو يعني؟ يعني لما الطفل مثلا بتكون قدراته العقلية أو أنه قدراته العقلية ما بتناسب مثلا العمر الزمني لهذا الطفل، بمعنى آخر أنه عدم تطور القدرات العقلية لهذا الولد بما يناسب عمره الزمني بمقارنة مع الأطفال التانين اللي هن بنفس العمر. يعني لما بيكون عندي طفل مثلا عمره 3 سنين هو لازم مثلا يحكي جملة، بيكون لساته عم يحكي كلمة أو كلمتين. الأطفال جيله التاني بيكونوا عم يحكوا جمل، ممكن أطفال يكونوا عم يحكوا مثلا 3-4 جملة من 3-4 كلمات، هذا الطفل عم يحكي كلمة أو كلمتين، فهذا الطفل هو متأخر عن أقرانه. هون نحن عنا شيء اسمه تأخر لغوي. هون بيكون في توصيف لموضوع حالة تأخر لغوي. طيب ذكرتي أنه بيكون عنده الطفل شوي صعوبات بالإدراك العقلي أو تأخر بموضوع المحاكمة العقلية يمكن أو اكتساب مهارات المحاكمة العقلية، شو علاقة اللغة بالمحاكمة العقلية؟ هلأ نحن لحتى يكون عندنا مثلا الطفل، أنا كيف بدي أقول مثلا شو سمات الأطفال يلي هن متأخرين متأخرين لغويا؟ أول شيء هلأ اللي بيكون عندي تأخر بالقدرات، يعني هي من الأسباب. نحن فينا منجي هلأ نحن على الأسباب، قدراته العقلية بتكون متأخرة لأنه التطور اللغة مرتبطة بتطور القدرات العقلية عند هذا الطفل. فكلما كانت قدراته مناسبة لعمره كان اللغة عنده كانت ماشية نموها بشكل تمام، بس لما بتتأخر قدراته العقلية، هلا مثل أصحاب الإعاقة الذهنية مثلا، في عنا متلازم الداون، في عنا أطفال الشلل الدماغي، هدول قدراتهم العقلية بتكون يعني في عنا نحن درجات، فاللغة عندهم حسب مثلا درجة التأخر العقلي عندهم، ممكن مثلا خفيفة، ممكن متوسط، ممكن شديدة. هلا الأطفال اللي عندهم أنه الإعاقة العقلية شديدة فهذا تأخر النمو، تأخر اللغة عفوا كثير شديد عندهم، يعني هون بيتطلب يعني تدخل وتدخل مبكر جدا. هون بدنا نميز بين تأخر اللغة وتأخر النطق. نحن عم نقول اللغة يعني الكلمات والجمل والتراكيب والعبارات وشو بتقصد مثلا الوالدة أو الوالد لما يحكوا مع الطفل بكلمة معينة أو بيطلبوا أوردر معينة من الطفل، فهو كيف عم يستوعبه وكيف عم يجاوب عليه، هون هي هي اللغة. هلا فينا نحن نقول إنه التأخر اللغوي بما إنك حكيت، في عنا نحن تأخر باللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية. اللغة الاستقبالية يعني إنه أنا لازم استوعب وأفهم الحكي اللي متوجه لي، يعني أنت شو عم تحاكيني أنا لازم استوعب. هلا في حال الأطفال اللي عندهم تأخر لغوي بهذا الجانب بتحسوا إنه هو بيكون سمعه طبيعي، بيكون إنه طفل ما في شيء بس ما إنه مستوعب شو عم تحاكي، هو عنده تأخر باللغة الاستيعابية، ممكن تقول له تعا روح عطيني جيب، إنه هو ما عم يستوعب، هو ما بيعرف شو بده. هون في عنا تأخر باللغة الاستيعابية. في أطفال عندهم بيستوعبوا بس عندهم تأخر باللغة الإنتاجية باللغة التعبيرية، يعني أنا ما فيني أعبر، أنا بكون فهمان بس ما بقدر أعبر أنا شو بدي، ما بقدر مثلا أقول أنا بدي روح، أنا بدي أجي، أنا بدي هاي الشغلة الفلانية، فهذا عنده تأخر باللغة التعبيرية. يعني بالمقابل يكون احد التنتين، ممكن تعبيريه ممكن استقباليه، ممكن يكون التنتين. تمام. أه. طب لارا حضرتك ذكرتي انه ممكن تاخر القدرات العقليه عند الطفل يؤدي لتاخر المستوى اللغوي عنده للطفل، شو هي الاسباب الثانيه اللي ممكن تعمل مشاكل بالمستوى اللغوي عند الطفل؟ هلا في عنا السبب الثاني، في عنا نقول مثلا حاسه السمع. هلا يعني اذا صار عندي خلل باحدى الحواس ممكن يصير عندنا تاخر. هلا في عندنا اهم شيء هي حاسه السمع، يلي اطفال يلي بيكون عنده نقص السمع. الطفل يلي ما بيسمع، نحن قلنا مرات سابقه انه الطفل ما بيسمع هو طفل ما بيحكي، بقى هون بسبب يعني هذا عامل مهم جدا نحن لازم ننتبه له، لازم الام تنتبه على ابنها اذا هو عم يسمعني، اذا مثلا انه بمكان بعيد انا ناديت له هو سمعني، اذا كان سواء كان قريب، اذا هو عم يقرب على التلفزيون كثير عم يعلي الصوت. هلا لازم انا هون اتاكد هل ابني سليم، حاسه السمع عنده سليمه. طب لارا هي التفاصيل كلياتها باي عمر لازم ننتبه لها؟ يعني نحن بنعرف انه الطفل لعمر معين طبيعي انه هو يكون عنده مشاكل مثلا ببعض المفردات او حتى مو قدران يعبر عن اللي بده اياه بمفردات صحيحه، ايمتى المفروض نبلش ننتبه على هاي المشاكل او شو المؤشرات يلي ممكن ينتبهوا لها الاهل تحسسا انه الطفل عنده مشكله
باللغه. تمام. هلا الطفل في عندنا هو بيمر بمراحل احنا مسميها مراحل التطور اللغوي. المراحل الطبيعيه للطفل هلا بيمر باول كم شهر الطفل هو بيناغي، ببلش يناغي لما نحن بنسمع طفل عم يعمل غغي، هدول الاصوات بيلعب بصوته، هي مرحله مناغاه. بتجي المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله ببلش الطفل يقول مقاطع صوتيه، مثلا مرقده، بعدين بتتطور باما، هي المقاطع بتتطور بعدين لمرحله مثلا لعمر السنه لازم مثلا الطفل يكون بيحكي كلمه اولى. نحن بنسميها الكلمة الأولى مثلا بعمر السنة 12 شهر، إذا مثلا 11 12 لسنة وشهرين بيقول بابا مثلا ماما، إذا شاف أمه يعني بدها تكون إنه مو مثلا ما إلها وظيفة، إذا شاف أمه يقول ماما، إذا شاف بابا، إذا جوعان يقول مم، يعني أي كلمة نحن لازم بعمر السنة ممكن ينطق الكلمة الأولى هذا الطفل. بعدين بمرحلة يعني بيتطور أكثر مثلا بصير في عنده جملة من كلمتين، مثلا بدي آكل بدي أشرب، بعمر 3 سنوات بيتطور، يعني كل ما زاد عمر الطفل عم تزيد الحصيلة اللغوية، عم يكتسب مفردات وعم تزيد عنده الحصيلة اللغوية. هلا أنا بصير بقارن إنه أنا طفلي مثلا صار عنده عمر 4 سنين لساته بيحكي لي كلمتين، هذا الطفل 4 سنين لازم يحكي حديث، لازم يوصف لي أنا شو عم يعمل، شو عم يشيل، شو أكل، شو شرب، بالمقابل هو عم يحكي كلمتين، فطفلي أنا هون في عنده تأخر، وبالتالي أنا لازم أعرف شو السبب. تمام. وبالمقابل في أطفال ما شاء الله عليهم عمرهم 3 سنين بيحكوا بمخارج حروف سليمة جدا وبيستخدموا لثويات وممكن يشرحوا لك قصة بتعبير وترتيب أفكار وتلحين بالكلمات ووقف معلق، وهي بيكون تبحثي عن السبب. الجو المحيط بالأسرة داعم جدا، البيئة المحيطة قديش بتلعب دور إنه طفلي يحكي بطلاقة أو طفلي يضل مكبوت بالحكي وما يفهم اللغة ويصير عنده حالة اللي نحن بنقولها يمكن بالطب الصم الكلامي، إنه عم يسمع اللغة بس ما عم يفهمها. هلا فينا نقول هي البيئة الاجتماعية اللي فيها مثلا بيئة اجتماعية، حرمان بيئي مثلا، حرمان حسي، كلها بتضمن البيئة الاجتماعية. بيئة الولد هي اللي بتلعب دور، في حال نحن استبعدنا الأسباب الطبية مثلا ما عنده أي إعاقة بشي، قدراته، نقص سمع، بنيجي نحن على البيئة. إذا كان هلا في عنا بيئة فقيرة، في عنا مثلا الأهل ما بيحكوا مع أولادهم، في أهل بيحطوا الطفل على التلفزيون، والتلفزيون هو بس إنه بيعطيك، يعني الطفل بيكون متلقي، ما في إنه حدا عم يحكي، ما في حوار، بس هو بيتفرج بس، يعني إنه هو ما عم ياخذ شيء، ما عم يكتسب. مثل قلنا إنه ممكن كمان الأهل يسألوا الطفل إنه بدك هاي الشغلة إيه، يعني الإجابة تكون مسكرة محدودة، أيوة إيه أو لا، يعني ما يعطوه مثلا خيارات متعددة خليه هو يعبر. كمان إنه في أهالي إنه ما بتستني ابنه، يعني هلا نحن بمرحلة عمره صغير حتى لو قال إنه الكلمة مكسرة مثلا إنه نطقه مو سليم، نحن هون ما منوقف، نحن هون ما منعنفه للطفل، لا أنا المهم صحح له الجملة أو كلامه بشكل عام، أنا ما بوقف على النطق، ممكن شجعه لابني. يعني البيئة بتلعب دور لما الأهل بيكونوا واعيين. مثلا انا ابني هلا بمعدل عمره هلا 1.5 سنة، شو ما حكى يعني انا بشجعه وبنبسط له وبرجع عيد وراه، بس بعيد وراه انا بالمعنى الصحيح مو بالبيبي توك. لا اكيد لا، يعني انا لازم انطق الكلمه صحيحه، اعطيه الجمله صحيحه لحتى هو يسمعها صحيح، وثاني مره على التكرار والاعاده هو بيرجع بيحكيها صح. يعني شو ما شاف بصير مثلا بيجي بيقول لي انه هي، لو قال لي مثلا تاسه، لو قال لي فاحه، لو قال لي شو ما كان، بس هو عم يعبر وانا عم بنبسط، هو عم يلاقي تشجيع، فبالتالي هو عم يقول معناها هذا في شيء صح، لازم انا اعيده وكرره. في عالم ثاني البيئه الفقيره بجوز الاهل انه يكونوا ما عندهم علم انه انا ابني تاخر، ما عندهم علم انا كيف لازم عامل ابني، انا كيف لازم اعلمه، شو هي الطرق، شو هي الاساليب، انه ما هو معه بيحكي، معلش أيوة. بيقولوا يا جودي انه ابوه ما حكى ل5 سنين مزبوط. مثلا او والده او اخوه نفس الشيء، او بتقول لك انه هذا اول ولد انا ما عندي علم انه شو لازم يحكي وامتى لازم يعمل هالشغله وامتى لازم مثلا يوصل لهي المرحله. هون الوعي بيلعب دور 100%. معناتها الحوار، حوار الاهل مع اطفالهم هو يمكن من اهم الامور اللي ممكن تساعدنا لحتى نتخطى تاخر اللغه عند الاطفال ونخليهم يكتسبوا مفردات لحتى هن يقدروا يستخدموها. شو هي الطرق الثانيه اللي ممكن نعالج فيها تاخر اللغه عند الطفل في حال تم تشخيصه انه هو عنده مشكله بهذا الموضوع؟ نحن مثلا طرق العلاج اللي مثلا نحن بنتبعها كاخصائيين، اول شيء نحن بننبه الاهل وبنقول لهم يعني انت طفلك لازم انت تحاكيه، شو ما شفتي لازم تحاكيه، شو ما شافه لازم تسمي له، لما بده الشغله انه مثلا مو على الاشاره انت تلبي له اياها. نحن في عندنا شغله كمان انه الاهتمام الزائد مثله مثل الحرمان مثلا، صح. يعني كل مثلا طفل شو ما بده انا بلبي له الطلب بدون لسه انه يا دوب يأشر عليه بدون ما يعبر، بس لما بيتعود الطفل انه انا بهتم فيه زياده انه يلا خذ هي ايه بدي هي بعطيه هي بدون هو ما يعبر لي بدون ما يحكي هو لغويا، بقى هون الطفل بيتعود انه انا ايه بس على الاشاره او خلص انه امي عرفت شو بدي، بيستغنى عن الحكي، بيلاقي وسيله التواصل غير لفظي هي اسهل له من اللغه. كمان هي نقطه، نحن لا انه انت شو بده الطفل خليه هو يطلب،
انت حكيه اول مره، قولي له مثلا هو بده يشرب، قولي له مي، مره على مره مي، مره على مره، هو بصير بتشجع انه شو بدك مثلا، بصير هو بصير بيقول بدي مي مثلا، يعني من هذا المنحنى، سواء بدي لعبه، بدي روح، بدي اجي، هو لازم يعبر. لازم يعني حتى لو قعدت هي لعبت معه، لازم اللعب ما يكون صامت، يعني لازم تلعب. نحن عم نلعب الشغله الفلانيه، عم نلعب بالسياره، يلي السياره لونها احمر، سياره كبيره، سياره طبعا. بابا لازم نحن نوسع له ونزيد الحصيله اللغويه ونطول الجمل. ربع ساعه او نص ساعه قبل ما ينام الطفل، وما عم نحكي نحن حكي فلسفي نظري، انه نقعد نحكي له قصه، تكون القصه مثلا ملونه، ناشر على الاشكال، ناشر على اللغه، او لما عم نشوف نحن تلفزيون نشرح له شو عم يصير، لانه الطفل بهالمرحله هو اسفنجه عم يكتسب مهارات. بدي اتشكر كثير لوجودك معنا، يسعد صباحك. شكرا كثير ويسعد صباحك.